تحت رعاية سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أقيم حفل ختام فعاليات منتدى البحرين الدولي التطوعي الثالث الذي نظمته جمعية البحرين للعمل التطوعي بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للمعاقين ومركز عيسى الثقافي الذي حظي بدعم دولي وإقليمي ومحلي متعدد. إذكاء روح التطوع يعد مدخلا هاما لكل مجتمع يحاول بناء نسق قيمي يأخذ في الاعتبار البعد التضامني، ومنتدى البحرين الدولي التطوعي الثالث قد ترامت بين أروقته أبعاد مجتمعية سامية اتضحت جليا من خلال عنوانه الشمولي التطوع والإعاقة، نحو شراكة استراتيجية فاعلة بين المتطوع والأشخاص ذوي الإعاقة. هذا المفهوم مفهوم جديد، أن العمل التطوعي يحظى أيضا بالتدريب المتخصص وبفرص التأهيل اللي تساعد أن تكون جهوده تصب بصورة علمية صحيحة لرعاية ودعم ذوي الإعاقة أو ذوي العزيمة. فالحقيقة هو يطرح من فكر جديد، دائما هناك وسائل جديدة لتعزيز قدرات ودمج المعاق في المجتمع، منها دور القطاع الأهلي الذي أصبح يتنامى الآن ويطرح مبادرات جديدة في هذا المجال. العمل والإقدام على فعل إنساني رصين ترتجي النفوس مقابله أجرا معنويا قد لا توازيه ولا تساويه كنوز الدنيا بأسرها، خير دليل على صلاحها وسمو ما تشعر به من مسؤولية يمليها المجتمع الذي يشكل لها بيتا واسعا عليه ما لها وله ما عليها من واجبات يناط بها إتمام التأدية من أجل نهضته وعلو شأنه. نحن نسلك إلى تأهيل المعاقين وإدماجهم في المجتمع والاستفادة من طاقاتهم وكل المهارات التي يمتلكونها أيضا توظف لصالح تنمية المجتمعات. تعزيز التعاون بين الجمعية التطوعية والجمعيات الخادمة لذوي الإعاقة، مزيد حث الإعلام على بث ونشر التجارب الناجحة لذوي الإعاقة والمتطوعين، وأهم توصية ربما نخرج بها هي العمل الجماعي، قطاع حكومي قطاع خاص وقطاع أهلي، على دعم العمل التطوعي وعلى دعم جمعيات الراعية لذوي الإعاقة. منتدى البحرين الدولي التطوعي الثالث أثبت مقدرته في نشر ثقافة التطوع والتحفيز على ممارسته، بل واستطاع الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع ليودع مضامينه الجليلة عند من يترجمونها على أرض الواقع. دشنا إصدار جديد لجمعية البحرين للعمل التطوعي اللي هو كتيب مفاهيم في العمل التطوعي، يشتمل على عدة محاور، منها مفهوم العمل التطوعي والعمل التطوعي في الإسلام. طبعا ديننا الإسلام يحثنا على العمل التطوعي. طيب المتطوع، ما هو دور المتطوع في العمل التطوعي؟ ما هي حقوقه؟ ما هي واجباته؟ وفي الختام آخر باب يتناول موضوع مثلث أو ثالوث العمل التطوعي. يا ترى إذا نقص أحد أضلاع هذا المثلث هل راح يتأثر العمل التطوعي؟ لأصحاب الهمم قراءة لما بين سطور إيجابيات العمل التطوعي. اندماجنا في المجتمع، وطبعا التطوع يسهل على الناس والكل إنه يعزز من شخصيته وزيادة الثقة بالنفس. إن فريضة العمل التطوعي بدأت في الاتساع أكثر بين من يقتنعون بأهمية هذا الواجب الاجتماعي والإنساني ودوره الرئيسي في تدعيم ركائز المجتمعات وصلاح أحوالها. في التطوع فائدتان: إثبات للوجود راسخ، وإشادة تعظم تلك المساعي النبيلة في خدمة المحيط دون مقابل. وبين هذه وتلك هالة من تكاتف مجتمعي لا تعجزه لامة ولا تثليه رياح الفرقة عن تحقيق الهدف، ما دامت الأيادي مجتمعة على مبدأ إنساني ثابت. لتلفزيون البحرين، محمد رشادات.